اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله صيامنا وصيامكم. وسؤال اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك يتناول وقت النية. طبعا للصوم أقسام كما تعلمون، هنالك صوم واجب وهنالك واجب بالأصل واجب بالعرض، هنالك قضاء عما في الذمة واجب غير معين، وهنالك صوم مستحب. فللصوم أقسام وأنواع، للصوم أقسام وأنواع. نحن في شهر رمضان إنما نصوم صوم واجب معين محدد بالأصل. وقت النية يعني متى أنوي، نويت أن أصوم شهر رمضان قربة إلى الله، ما هو وقت النية المحدد؟ وقت النية عند طلوع الفجر الصادق، يعني وقت أذان الصبح. فإذا أذن أذان الصبح، مش وقت ما يأذن أذان الصبح، لابد أن تكون النية مقارنة لطلوع الفجر، وهذا هو وقت النية للصوم الواجب المعين بالأصالة. في بعض الأحيان يكون الصوم غير معين. شنو يعني الصوم غير معين؟ يعني مثل قضاء ما في ذمتي من شهر رمضان، وأريد أصوم عما في ذمتي من شهر رمضان في غير شهر رمضان طبعا، فهنا في هذه الحالة استيقظت صباحا من دون نية، فيجوز لي أن أنوي الصيام قبل الزوال. قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر، يجوز لي بعدني ما متناول شيء وقد استيقظت وفي ذمتي، أنا في ذمتي مطلوب صيام عما سبق، فيجوز لي أن أنوي الصيام قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر، وهذا ما نعبر عنه بالصوم غير المعين. نية الصوم غير المعين في غير شهر رمضان تستمر النية إلى الزوال. ولكن ما هو الحكم لو كان صوما مستحبا؟ الصوم المستحب لا يوجد فيه وقت للنية، بل تستمر النية فيه حتى أذان المغرب. فلو استيقظ شخص قبل أذان المغرب بدقائق ولم يكن قد تناول شيئا من الطعام، يقول أنا بعدني كل شيء ما ماكل، كنت نايم مثلا والآن صار بناية أصوم صوم مستحب، إذن يجوز له أن يجدد النية وينوي، ثم بعد ذلك يصح منه الصيام صوما مستحبا. فلا بد أن نفرق بين الصوم الواجب المعين وغير المعين والصوم المستحب. وهذه هي أقسام الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ببركة محمد وآل محمد.